أعلن رئيس الاتحاد إن الحمد لله كان مؤتمر ناجح وقدرنا نوصل فيه لاتفاقات جيدة في موضوع ترددات الجيل الخامس والستاندرز بتاعته، وكمان قصة الأقمار الصناعية الجديدة اللي هم قالوا إن هم عملوها مطار تنظيم جديد، وقصص الملاحة البحرية والجوية إن هم وصلوا برضه نقطة تنظيم جديد هيساعد في قصة الأمان وقصص الملاحة البحرية والجوية. والحمد لله كان مؤتمر ناجح بقى يعني كان الحمد لله.